الأولى للصحة بتونس الحياة فام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المستمعين والمستمعات، متابعينا عبر صفحة الرسمية لإذاعة الحياة أفهم، وكل السادة المستمعين في ولاية تونس الكبرى عبر إذاعة بلاتين أفهم، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل المشوار، نواصل الرحلة مع برنامجكم الأسبوعي لمسة وفاء. كالعادة نستقبل فيه خيرة إطاراتنا الطبية والشبه الطبية، وكم نحن سعداء اليوم باش نستقبل ضيفنا. لكن قبل ذلك خلينا نفرحوا بطريقة زميلنا أيمن ليجا بفرح بها بضيفنا اليوم. يا حبيبي يا حلوين، ونحن أطبائنا وشوى إطارتنا الطبية وشبه الطبينا حلوين، ومستمعينا أيضا حلوين في هذا البرنامج. حبيت نشكر كل السادة المستمعين اللي يتفاعلوا مع برنامجنا لمسة وفاء، ونقول لهم اللي بخيرة إطاراتنا الطبية تقوهم في إذاعة الحياة أفام، سواء أطباء ممرضين أعوان. وكم يسعدني ويشرفني أن يكون معنا في هذه الحلقة هو قبل كل شيء صديق عزيز علي، وهو من الإطارات المتميزة، من المتميزين، من الفنيين المتميزين في المستشفى الجامعي ابن الجزار. خلينا في البداية نعطيه إطار الزماني والمكاني لهذا الضيف العزيز، خليه هو بيدو يقدم روحه. مرحبا بيك سي فوزي. شوية هكا ولا مرحبا بيك سي فوزي. بارك الله فيك. إذا قدم روحك سادة المستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا اسمي فوزي شوية بالمحمد صالح شوية، فني سامي رئيس بقسم العمليات الجراحية، عملت لمدة 37 سنة، اختصاصي هو عمليات جراحية بمختلف الاختصاصات. نشكر الحياة فهم اللي معناتها أتاحت لي الفرصة هذه باش معناتها نعبر على سيرتي الذاتية بصفة عامة وإنجازاتي بصفة خاصة فيما يخص ميدان الصحة العمومية. الحياة اف ام دائما وابدا ابوابها مفتوحة لكم جميعا. اذا لو كان نعطيو فكرة سي فوزي عن السيرة الذاتية نتاعك، النشأة نتاعك، المكان الولادة نتاعك، تفضل. مرحبا بك. انا فوزي شوية من مواليد 1957، مولود في حي الجامع، بالتحديد في نهج حمام الزغبار اللي هو حمام معناتها عنده تاريخ. نشأت معناتها في الحي متاعنا اللي كان معناتها متسمي على جامع عقبة بن نافع، اللي هو حضارة متميزة في العهد الإسلامي. وقريت 6 سنوات بمدرسة الأسوار اللي هي كانت قريبة جدا من المنزل الذي اقتل به. وهي حتى سامحني سي فوزي، حتى السكنه نتاعك هي المدينه العتيقه، خاطر عندها نكهه خاصه. وقت انت ذكرت بكري الجامع عقبه بن نافع، لان ذلك الحي داخل السور كانت هناك يعني اهالي عائلات كبيره وكبيره جدا في حومه الجامع، وخاصه انك كنت معنا في حي سكني معروف جدا قرب باب القدة، قرب جامع الكبير، قرب يعني المساجد، كانت حي دايرة بالمنزل بتاعكم هكا ولا؟ صحيح، المساجد دايرة بينا معناتها بعدد معناتها تنجم تقول كبير. والحي اللي أقطن فيه كانت فيه برشا إطارات أدبية وإطارات عندها تاريخ معناتها في القيروان. نذكر منهم سي محمد الحليوي، كانت الدار نتاعو الاديب محمد الحليوي كان تقريبا ياسر للحمام الزغبار. حمام الزغبار اي نعم. سي احمد القديدي هذا كان قريب ياسر للحمام الزغبار. اي نعم. كانت كل شيء في الحي نتاعنا، كل شيء قريب لك، كل شيء، الجامع، المدرسه، السوق، معناتها توسكي عطريه معناتها بارك الله، برشا دكاكين عطريه، برشا دكاكين عطريه، بايك الحبيب النخلي، بايك سي الحبيب النخلي، سي الهادي، سي الكيلاني،
تيجان الكيلاني. تيجان الكيلاني سي رشيد اسمه بايك الظريف، معناتها نسيت الاسم نتاع واحد مع رشيد رشيد ومصطفى الاثنين خدموا فهمت. ومحمد شولاق محمد شولاق اليوم محمد ميلاده ما عنده كنيه شولاق. وبايك العانس ما تسويش بايك العانس اللي كان يبيع في الفحم وتوسكي معناتها حاجه تخص التدفئه وكل شيء وقتها ما كانش ماشي متطوره الامور كما توا وكل شيء. وبو دعايه يبيع في الخبز اللي هو فتاح اللقب فتاح ما عنده كرنيه. كانت فما معناتها شارم كبيره وكانت فما الناس قرب لبعضها وناس معناتها تحب بعضها حتى كي يمشي صغير مش يشري حاجه وما عندوش فلوس معروف ويعطيه العطار ولا الخباز ولا اي واحد يعطيه يعرف بو يعرف يعرف العائله الكل فهمت. وكنا معناتها تنجم تقول معناتها قرب لبعضنا وكانت الجيران قبل كلي تواسي بعضها في المحن كانت معناتها تقف مع في العريس في لا قدر الله في المصايب ولا حاجه كان كل شيء معناتها عنده ما نعرفش نكهه خاصه احنا حتى المخبز حتى المخبز بحذانا المخبز اي كوش تاع الراك كوش تاع الراك بحذانا والمخبز المخبز اي كل شيء كان قريب. مخبزة عمرانية كانت بحذانا زادها اي اي مخبزة عمرانية ومخبزة عراك اللي المعروفة قبل هي عراك كانت فيها معناتها وسائل تقليدية وسائل عادية يعملوا بها الخبز. وسي الهاشمي كان خذا صنع على والده اي سي الهاشمي عراك خذا صنع على والده يعمل فيش يصنع في الكعك يصنع في الكعك والكعك نتاعو كان مشهور معروف كعك عراك كله قوم فهمت. وانا نساو زاد انا جيست حبيت نذكرك برا انت نعرف تعرفهم كل ما شيء ان معناتها اني من متساكني حومه الجمع ايضا ما نساوش جرابه ما نساوش قهوه قلبي جرابه كانت فيها السوق نتاع الطعمه وكانت فيها نعم. معناتها وقهوه القهوه هذيك اللي قديمه قدم الزمن معناتها في البطحه بطحه زروق اللي تو فيها انولد فيها معناتها وسائل اخرى مستوصف وسائل صحيه وسائل معناتها كيما البريد كيما فهمت ولات معناتها تنجم تقول فيها معناتها توسكي اللي يستحقه المواطن معناتها قريب له غادي وباش يقضي شهور وما يقعدش مثلا يمشي للبلاد ولا يهبط ولا يبعد ولا حاجه. صحيح. سي فوزي تعرف نحن من العادات التقاليد اهالي القيروان وانت مش تحكي لنا بطبيعه الحال انه الاهالي قبل ثلاثة اربع سنين فين يهز ولده؟ يهز ولده الكتي. يعطيك الصح. ايوه. كانت الباز معناتها الاساس نتاع تعليم الطفل هو صغير هي حفظ القران في الكتاتيب. كان واحد من الناس قريت في الكتاب نتاع مقر سيدي بن خوت اللي تابعت ولا تابع الثقافه عند سيد بوعيته تقريبا عاش تكون عند مد نسيت اسمه ولا محاله خاطر قديمه الحكايه شويه. وبعد كملت الاملة نتاع القرآن حفظ القرآن كملتها مع سي الحبيب النخلي في الجامعة اللي مقابل دي العطرية نتاع سي الحبيب النخلي. أما فما حبيب النخلي آخر اللي هو علمني القرآن. أيوة. وشيخ السيد القحطار الله يذكره بالخير والله يرحمه جامع معروف جامع نتاعو معروف كملت فيه حفظ القرآن. بون الله غالب مع الدراسة كل شيء قصيت ما تيسر حفظ ما تيسر صحيح ما تيسر فهمتني. أيوة. ما تنسيش وما تنسيش زاد حاجه اخرى حكينا على الحومه حكينا على كل شيء نعرف تعرف كل شيء مع زاد الفطايري العزعوزي العزعوزي الفطايري اي كان بحذانا فهمت ماكلها بايك علي بايك علي فهمت. وعمك خميس حمامه اللي باع في الخضر والفواكه وكل شيء اي نعم اي نعم معناتها كان كل شيء موجود في الحومه كل شيء موجود كل شيء قريب وفما تحس انه معناتها كانك تعيش في فما شارم فما فما نكهه خاصه فما نكهه خاصه يعني فما نكهه خاصه ما تنساش زاد تسمع في الاذان في جامع عقبه بن نافع وقت التراويح وقت الاذان في سيد رمضان برنامج اخر برنامج نكهه كبيره بايك الحبيب بوحوله اللي في الطبال بالطبال والزكاره معاه بايك علي بوحوله هم يقولوا في مصر مسحراتي مسحراتي اي هذوما كانوا زاد كانوا موجودين في حومه الجامع كانوا هي في الوقت السحور كانوا يقيموا الناس باش يتسحروا وكان كنا نسمعوا في الاذان زاد من المؤذنه جامع عقبه بن نافع وكل كانت اجواء كبيره كانت اجواء كبيره واجواء معناتها كل انسان توا قاعد يتذكرها ويساعدوا اللي عاشها معناتها. أيوة. وانت عشتها سي انا عشتها انا عشتها نعم. ما لا غالب الجيل اولادي وكل شيء ما خلطوش على الحاجات كيما هكا اما كوم ديما نذكرهم انا ديما كي نحكي معاهم ونقول لهم كانت البلاصه هذه مثلا فيها كذا فيها البلاصه هذه فيها كذا وكانوا معناتها يتخيلوها ويقولوا لي
والله يعطيك معناتها عشتها معناتها عيشة لمحالة بسيطة لكن فيها نكهة، فيها نعم. وخاصة قلت على مستوى المدارس كانت قريبة برشا، وانت بعد المدرسة بعد الكتاب مع سيدي بن خود بطبيعة الحال مشيت دخلت المدرسة هكا ولا؟ دخلت مدرسة الأسوار. أيوا. وزاولت فيها 6 سنين حتى للسيزيام، كان قبل عنا السيزيام، تحصلت على شهادة السيزيام وقريت في الثانوي. قبل عدى الثانوي، خلنا نذكرك المعلمين اللي قرونا. المعلمين اللي قرونا. والمدير والمدير ونذكر سي بوزيان ونذكر كل شيء، أيوا. أنا وقت اللي دخلت نقرا وقت أنا في الأقسام الأولى الابتدائية، كان عندنا المدير سي محمود عبد الله. أيوا. وكان معاه سي بوزيان هذا معروف بضرب معناتها بدق الجرس قبل الحصة. أيوة. ولا في آخر الحصة. وكانوا من المعلمين سي علي بحولة الله يرحمه. لا حي مازال حي. لا مع علي بحولة ذاك، فما علي بحولة آخر. آخر أيوا. أي هذاك توفى الآخر. أما أيوة. سي علي بحولة الآخر مازال حي. أيوة. فهمت. وكان عندنا سي الهادي الكيلاني الله يرحمه. وكانت عندنا زادة أستاذة معلمة محسن محمد السيفي ومفيدة بودن. أيوة. قراتني زادة فما معناتها وكانت المدرسة فيها برشا حاجات اللي تو مش موجودة. أيوة. كنا نفطروا في المدرسة كونتين. كنا نعملوا الدرس في المدرسة. أيوة. ما نخرجوش ما نعملوش دروس خاصة، دروس تابعة المدرسه نقراو فيها بعد الاوقات الدراسيه بدون مقابل. بدون مقابل بدون مقابل بدون مقابل. كان سي حسن عطله المدير. سي حسن عطله بعد جاء سي محمود عبد الله وقت اللي خرج في التقاعد جانا سي حسن عطله زاد كان يقري في الدروس المجانية. كان يقري فينا هو في الدروس المجانيه، دروس بعد توقيت المدرسي نقعدوا نقراو دروس خاصة دروس. شفت كيفاش كان الاحترام بين المعلم وبين التلميذ وبين كانت احترام وكانت وكان الاحترام والانضباط وكنا نخافوا من المعلم بتاعنا، مش نخوف من لا نحترموه. نحترموه نعطيه قيمة كبيرة ياسر ونخافوا مش نخافوا منه بون معناتها نحترموه في المدرسة وخارج المدرسة. سي عمر مالوش الله يرحمه. سي عمر مالوش وفي معلم فرنسي. صحيح. فهمتني؟ صحيح. كنا زاد كان معلم يفرض الانضباط والاحترام. الانضباط. كان العروسي زادة فهمتني؟ كان معلمين. هو لما حال الانضباط احنا خذيناه من الكتاب سي جبي. بدينا من الكتاب تعلمنا الانضباط من غادي، وكانت الاولياء زاد حارصة على الانضباط. ما كانتش توا لما حالة تحس انه ما الاولياء كيف اللي مسيبين شوية ما مش منضبطين كما يلزم ننضبطوا كما قبل. صحيح. اذا الشادو سيزيام او السيزيام خذيته في مدرسة الاسوار، ثم بعد ذلك زاول التعليم الثانوي عملت العامين في ابن شرف طريق سوسه اللي لاصق الاسوار بالضبط. وبعد عملت عامين في ابن رشيق في المعهد الثانوي المختلط ابن رشيق. كانت عندنا مدام فايز هذاك اللي كانت قوية وصعيبة قوية وتصر على الانضباط وعلى الخامسة والسادسة والبكالوريا قريتهم في عقبة في المنصورة. فهمتني؟ وقتها هناك سي حمادي جوادي. سي حمادي جوادي، سي المحفوظي نتاع الرياضيات، سي فتح الله نتاع الفيزياء. وكانت كانت عندنا برشا اساتذه ما نثبتش عليهم الكل، لما بحكم اني انا عملت توجيه علوم رياضيات نثبت على المواد الاساسيه اللي هي الرياضيات والعلوم وحتى انا في الرياضه سي فوزي كان زاد برك الله عليه رياضي، وانت رياضي تو بعد نحكيو الرياضه ان شاء الله، لانك لعبت في الشبيبه الرياضيه القيروانيه كره السله، وكنت ايضا من ضمن الاطار الطبي وشبه الطبي لجمعية الشبيبة تقريبا 7 أو 8 سنوات. إذا البكالوريا. البكالوريا خذينا البكالوريا. أيوة. وهي بكالوريا علوم هكا ولا؟ علوم. علوم. بعد ذلك فين توجهت؟ توجهت جاتني بعض توجهات اللي معناتها ما تمشتش مع رغباتي أنا. أنا أيوة. كنت نحب ميدان الطب بما أني كنت حريص على مواساة الأمراض من أولي معناتها فهمت. أي. كي ما لقيتش المعدل نتاعي ما سمحليش باش ندخل كلية الطب، دخلت كلية الشبه الطب وقتها كنا نتسماو ممرض مختص. نعملوا 3 سنوات معناتها باك بلس تروا. ماهوش في القروان. مش في القروان، قريت في صفاقس. أيوا. قريت في صفاقس.
نعملوا عامين كممرض، الدراسه نتاعنا كممرض. وقت المدير العام. المدير سي الهادي هو اللي عاونك ووجهك سي رشيد دباش. رشيد دباش وقتها كان مدير تاع السبيطار في صفاقس. في صفاقس ايوا هو اللي وجه وقتها، هو زميل معناتها اصحابه والوالد ولاد حومه فهمت كل شيء، قالوا طفل ابعثوا يقرا في الاختصاص هذايا وهني انا بحذاه في صفاقس وتو بحول الله معناتها ينجح لك فيها وامورك مريقله. ايوا مشيت وزولت وتخرجت من غادي، خرجت اختصاصي هو عمليات جراحيه. فهمت ممرض مختص انت؟ ممرض مختص. وبعد ولينا نسميه فني سامي. فني سامي في الجراحه. كانت فما اربع اختصاصات، هي كانت الانعاش الانعاش وكانت الاستعجالي وكانت طب الاطفال وكانت الجراحه عمليه الجراحيه. خذيت انا وقت العمليه الجراحيه معناتها. اذا بعد ما تخرجت ممرض مختص ما تخمش في القروان، يظن خرجت خارج القروان. تعينت في اول عام في ولايه القصرين. ايوه اكتسبت خبره كبيره ياسر في ولايه القصرين بما اني كنت نعمل مع اطباء معناتها من خارج تونس، لكن اختصاصات توليد، جراحة التوليد، وعندك جراحة العيون، وعندك جراحة العظام والجراحة العامة. أيوة. وكنت أنا الوحيد اللي بالاختصاص هذاك، أول واحد يتسمى في ولاية القصري. جماعكم معناتها الأطباء الكل في الاختصاص، قلت أنا في كل عملية نكون موجود. اكتسبت خبرة كبيرة ياسر. عملت سنة غادي بالضبط وبعد تحولت للقروان. وقبل ما نواصلوا الرحلة والعودة إلى ولاية القيروان، إلى مدينة القيروان مدينة الأم، وبطبيعة الحال والتحاقك بمستشفى ابن الجزار، شنو رأيك سي فوزي كان نعملوا مراوحة فنية ونعرف مغروم بأم كلثوم فما غنية تحبها برشا اللي هي رق الحبيب. رق الحبيب. إذا زميلي وابني أيمن ليقا مش يحضرنا الغنية هذه رق الحبيب.